السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. معنا النهاردة مع المحاضرة رقم 15 من كورس سي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج بعنوان سويتشنج فاندمنتالز بارت 2. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن the simple mechanism of switching، هنتكلم عن الـ أو الطرق الـ الرئيسية اللي أي سويتش بيشتغل بيها في إنه يستلم فريم. دلوقتي أنت عندك السويتش دلوقتي هيستلم فريم من بورت، هيطلعها من out of port أو out of another port. فهو السويتش بيعتمد على طريقة من ثلاثة هناخدهم إن شاء الله بإذن الله في السلايد الجاي، وبعدين هنحل تشالنجينج تيست. هذه المحاضرة دي مش كبيرة في المدة أو الزمن، وإن شاء الله تكون بسيطة. نعالج فيها كده إيه بعض المواضيع، وهحط فيها بعض الأوبجيكتيفز المطلوبة في امتحان السي سي إن إيه راوتينج أند سويتشينج. The simple mechanism of switching. دلوقتي السويتش عندك يشتغل بحاجة من ثلاثة، إما يشتغل ك store and forward أو ك cut through أو fragment free. طيب ايه الفرق ما بين ال store and forward وال cut through وال fragment free؟ بمنتهى البساطة كده هنفتح ال white sheet. هنفترض supposition ان انا عندي هنا switch وعندي هنا PC. PC مثلا الماك ادرس بتاعه 4 1 او quadratic 1، عندي بي سي تاني هنا كوادراتيك 2. طيب ده كلام جميل جدا. دلوقتي انا عندي البي سي اللي انا دلوقتي بتكلم على ايه، الستور اند فورورد اول طريقه. طيب اما السويتش يشتغل كستور اند فورورد، ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي انت عندك الجهاز ده هيبعت فريم، هو دلوقتي هيبعت داتا، الداتا دي هتتجزأ الى فريمز. طيب ده كلام جميل. او بالادق كده الداتا تنزل من الابلكيشن برزنتيشن السيشن، تنزل للترانسبورت تعمل لها سيجمنتيشن، السيجمنت الواحده ما تنزل للنتورك لاير يضاف عليها سورس اي بي، الديستنيشن اي بي تنزل لللاير 2 يضاف عليها سورس ماك الديستنيشن ماك، وكذلك السايكليك ريدندنسي تشيك او السي ار سي. طيب بعدين تنزل بقى في الفيزيكال تتحول الى بيتس توصل للسويتش. السويتش الشغال بقى ستور اند فورورد اللي هيعمله السويتش، اول حاجه هيعملها هيستلم الفريم. ادي دي الفريم، الفريم دي بيكون انكلودد جواها السي ار سي. هو ايه السي ار سي؟ بمنتهى البساطه ان دلوقتي اول ما البيتس او الفريم تطلع اوت اوف النتورك كارد او النت كارد اللي في البي سي، بتخش على اي سي، يعني اي مثلا نتورك كارد كده بيكون فيها اي سي هاي. الاي سي هاي دي كل وظيفتها ان هي بتدخل الفريم اللي بتنزل فيها على ماثيماتيكال الجوريثم، يعني معادله رياضيه. المعادله الرياضيه دي او اول ما تخش مع الداتا، يعني الفريم تنزل تدخل تخش في معادله رياضيه، يطلع مثلا رقم معين ناتج المعادله دي، ناتج دخول الفريم لهذه المعادله مثلا يطلع رقم بالباينري مثلا اقول 0 1 0. المفترض القيمه دي ايه وظيفتها؟ القيمه دي اول ما الجهاز الثاني يستلم دلوقتي الداتا بتطلع له من ايه؟ من يعني مثلا الداتا بتطلع له من اول الفيزيكال، اهو الفيزيكال، وبعد كده تروح للايه؟ للداتا لينك، صح كده؟ طيب هي الفيزيكال يعني هو دلوقتي تخلوا من السلك من الكيبل كده خلاص طلع من الفيزيكال، دلوقتي هيروح للبي سي. قبل ما يقرا السورس ماك والديستنيشن ماك، قبل ما يقراها هيقوم حاسب السي ار سي، هيقوم مدخل الفريم برضو. ده دلوقتي الديستنيشن وده السورس، الديستنيشن هيقوم مدخل الفريم عنده في السي ال هيقوم مدخله برضه في الماتيماتيكال الجوريزم ويطلع قيمه السي ار سي. فمثلا لو قيمه السي ار سي عنده طلعت بصفر واحد صفر، اذا الداتا دي كوركتد، الداتا دي كوركتد يعني داتا متصححه او داتا سليمه، تمام. بالتالي يبدا ايه يطلع بقى ايه سورس ماك ديستنيشن ماك، هوب يقوم مطلع بقى ايه للنتورك لاير، وبعدين البرزنتيشن، انا اسف، بعد كده للترانسبورت، وهكذا يعمل عمليه الدي انكابسوليشن. طيب بفرض افرض الداتا عندك طلعت الى 0 1 1، هنا بقى في اختلاف في الديجيت رقم 3 هنا عن هنا، فبالتالي الداتا دي بتديسكارد. بس انا ممكن اقول لكم حاجه، طيب بفرض ان انا دلوقتي عندي السويتش ده مثلا واصل بجهاز بسويتش تاني، السويتش ده واصل ببي سي، ومثلا ده البي سي ده هو ده الديستنيشن. طيب ده كلام جميل جدا، ده دلوقتي عندي نعدل بس الايه، ماشي، ده عندي الديستنيشن. طيب بفرض ان ده برضه هيبعت الداتا سي ار سي 0 1 0. المفترض افرض هنا عند الجهاز ده او الداتا حصلت بانتقالها من الجهاز هنا للجهاز هنا حصل لها يعني دامج، فبالتالي الداتا حصل لها شويه تغير. اكيد اما تخش في عمليات حساب السي ار سي على البي سي، البي سي ده هتطلع مختلفه، فمثلا طلعت 0 1 1. ولكن خلي بالك
الداتا مشيت وبعد كده طلعت من السويتش ده للسويتش ده. طبعا احنا قلنا الكيبل ما بين سويتش وسويتش ده اسمه ابلينك، طلعت في الابلينك ده وبعدين راحت من السويتش التاني لحد الديستنيشن، وبعدها الديستنيشن عمل ديسكارد. طيب الستور اند فورورد هنا، يعني هنا في مشكله، هنا في مشكله ان انا، طب هي طالما اساسا اتعمل لها دامج في المنطقه دي، اوكي، حد ما وصلت قبل ما توصل للسويتش ده حصل لها دامج، طيب ليه هبعتها؟ طب انا مش، انا عايز يعني احل الخطأ او اكتشف ان الداتا دامجد مش عند الديستنيشن، يعني لان انا هنا استهلكت اللينك ده على الفاضي، اللينك ده مش فيه داتا دامجد وحصلها ديسكارد في الاخر، يعني انا بعتها من غير فايده وعملت لي ايه؟ استهلاك للينك ده. او الستور اند فورورد بقى عندك السويتش بيعمل ايه؟ السويتش بيقوم مخزن الداتا عنده في البفر بتاعته، البفر يعني زي مخازن كده، مخازن موجودة في الرام عنده، يخزنها في البفر. يخزن ايه دلوقتي؟ مثلا ده عنده الرامة مثلا، والرامة دي فيها مكثفات خزفية كده، فالمكثف الخزفي الواحد ده بيسمى بفر، تمام. بتقوم مخزنة الايه الفريم عندها في البفرز عندها، وبعدين قبل ما السويتش يقرا الديستنيشن ماك، اللي بناء على المحاضره اللي فاتت، اما السويتش بيقرا الديستنيشن ماك بيشوف في الكام تيبل عنده هي الماك دي موصوله على اني بورت، تمام كده، ويطلع مثلا من البورت ده. فالسويتش المفترض بياخد الفريم دي ويعمل عمليات حساب السي ار سي عنده، تمام، وبيتاكد الداتا هل كوركتد، يعني هل الداتا سليمه ولا لا. لو الداتا سليمه يقوم باعتها للسويتش التاني، السويتش ده برضه شغال ستور اند فورورد، يدخل برضه الداتا الفريم عنده في البفر ويحسب لها سي ار سي، لو سليمه يقوم باعتها لده، تمام. طب اما الداتا لو طلعت من البي سي للسويتش هنا والسويتش اكتشف ان هي مش سليمه، السويتش هيعمل ايه؟ السويتش مش هيبعتها للسويتش التاني، تمام كده. كذلك لو، طب اوكي، طب حصل لها دامج في المنطقه دي، تمام، جه السويتش ده هيعمل ستور اند فورورد برضه، ساعتها برضه مش هيبعتها للبي سي ده، واضح كده. طيب انا برضو محتاج، يعني دي القصه بتاعت الستور اند فورورد، بس هنا انا عايز اراجع برضو النقط اللي قلتها المحاضره اللي فاتت، تمام. انا دلوقتي عندي، هناخد ايه دياجرام كده مثلا، ده سويتش مثلا واصل بي سويتش هنا برضو، والسويتش ده مثلا واصل بي بي سي، والبي سي انا عندي دلوقتي هنا برضو في بي سي تاني، ده بي سي 1 ده بي سي 2، ده مثلا كوادراتيك 1 هنا، ده كوادراتيك 2 ماك ادريسز، ده بورت 1 ده بورت 2 على السويتش ده، ده طب ده بورت 1 او 3 على السويتش ده، مثلا ده سويتش 1 وده سويتش 2، ده بورت 4 مثلا على سويتش 2، اوكي. طب ده كلام جميل. دلوقتي كل سويتش من دول هيبني الكام تيبل بتاعته، وقلنا ان بيبدأ يبني الكام تيبل بتاعته بناء مبدئيا من اول الارب ازاي. دلوقتي انا عندي مثلا كام تيبل سويتش 1، اها، كام تيبل كونتنت اكسس ميموري، طيب هيجي يحط هنا البورت وهنا الماك. طيب سويتش 1 هيقول البورت الاولاني ده الماك ادرس اللي متخزن عنده 1111، طيب البورت التاني سويتش 2 هيقول، سويتش 1 سويتش 1 هيقول ان انا في البورت التاني متخزن عندي هنا ايه بقى. بصوا يا شباب، دلوقتي هنفترض، يعني هو هل هيقول مثلا، هل هيخزن الماك ادرس الاربع اتنينات دي عن طريق بورت التاني؟ طب ما بورت اتنين، طب ما هو اساسا الجهاز ده مش واصل دايركت ليه، دايركت مباشره على بورت اتنين، لا هو هيخزن فعلا هنا اربع اتنينات على بورت اتنين كالاتي، بفرض ان الجهاز ده مش عارف الماك ادرس، تمام، بتاع بورت بتاع بي سي 2. طيب هيبعت ارب، الارب دي هيبقى سورس ايه معايا؟ السورس ماك، السورس ماك اربع وحايد، الديستنيشن ماك مثلا كوادراتيك اف، يعني اربع اربعة اف. طيب كلام جميل. السويتش هيجي يستلم، تمام، هيقول اوكي سورس ماك اربع وحايد، يروح يبص هل اربع وحايد موجوده عندي في الكام تيبل، لا، هيقوم اوكي تمام، بما ان انا استلمتها على بورت واحد من اربع وحايد، اذا هيتخزن الاربع وحايد دي في الايه، كماك ادرس متوصل على البورت ده. طيب ده كلام جميل. هيجي بي سي هيطلع طبعا ده برودكاست، فهيروح للبي سي ده، للسويتش ده، السويتش ده هيلاقي برضه برودكاست هيقوم مطلعها للسويتش للبي سي ده، البي سي ده هيرد برساله بقى مش برودكاست، يونيكاست سورس ماك من اربع اتنينات، هيروح بقى الجهاز ده لجهاز واحد ويقول له انا الماك ادرس بتاعي كذا، استنيشن ماك هنا اربع وحايد، فبالتالي بي سي 2 هيبعت الرساله يونيكاست، هتخش للسويتش ده برضو، بعد يعني هتخش للسويتش ده وبعدين هتخش للسويتش ده، السويتش ده هيقول ايه؟ اوه انا استلمت داتا من على بورت 2 من سورس ماك اربع اتنينات، تمام كده، ويبص هل الاربع اتنينات متخزنه عندي في الكام تيبل،
احنا دلوقتي بنفترض ان هي لا ما كانتش متخزنه، تمام، هيقوم مخزن ان اربع اتنينات متوصله على ايه، على بورت 2. وكذلك بقى هي القصه هنا بقى، اللي انا مثلا عندي هنا سويتش وهنا سويتش، وده السويتش ده مثلا واصل بسيرفر، والسيرفر ده مثلا كوادراتيك 3، تمام. فمثلا السويتش ده برضه هيقول ان بورت 2 متوصل عليه جهاز اربع اتنينات، وكذلك جهاز ماك ادرس بتاعه 4 3. طب ده كلام جميل. هنا مثلا السويتش اللي رايح على سويتش تاني، والسويتش التاني، انا كل ده بتكلم على الكام تيبل، كونتنت اكسس ميموري او الماك ادرس تيبل بتاع سويتش 1. طيب وهنا برضو في مثلا بي سي الماك ادرس بتاعه كوادراتيك 4، برضو هيقول هنا برضو ان برضو بورت 2 كوادراتيك 4. كذلك بقى نفس الكلام اللي بيحصل في كل السويتشات دي. طيب ده كلام جميل. دلوقتي الستور اون فورورد السويتش اول ما يستلم الفريم مش هيبص على الديستنيشن ماك اللي بناء عليها هيعرف هيطلع البورت من، هيطلع الداتا من اني بورت، مش هيبص عليها الاول، هيحسب الاول السي ار سي ويقارن السي ار سي القيمه اللي هتطلع هنا مثلا 010 بالقيمه مثلا اللي طلعت هنا، لقاها 010 زيها، اوكي اكسبتنس، في موافقه على على الفريم ان هي هتعدي، يقوم قاري بقى الفريم دي ايه بقى الديستنيشن ماك بتاعتها كام. اما لو طلعت مختلفه السويتش يقوم هوب عمل لها ديسكارد على طول. طيب الكاترن الكاترو الكاترو اللي بيحصل بقى كالاتي، الكات ثرو السويتش مش بيحسب، مش بيحسب السي ار سي خالص بقى، لا لا، ده السويتش ده بقى اول ما يستلم من البي سي ده، تمام، يروح للبي سي تاني. السويتش اول ما يستلم الفريم من البي سي ده مثلا بي سي 1، تمام، هيقوم هيقرا بقى على طول، على طول هيقرا السورس ماك والديستنيشن ماك، هيقرا بناء مثلا ديستنيشن ماك كوادراتيك 2، اوكي، وكوادراتيك 2 مثلا عندي في الجدول بتاع الكام تيبل بورت مثلا بورت 2 عليه مثلا ماك ادرس، ماك ادرس تيبل كوادراتيك 2، فهيبص بقى في الكام تيبل، اه هي كوادراتيك 2 فين على بورت 2. طيب ده كلام جميل، هيقوم مطلعها الى ايه الجهاز على طول من غير ما يحسب السي ار سي طبعا. بالتالي هنا بقى نسأل سؤال، هو اما ايه الاسرع وايه الاضمن؟ الاسرع ان انا اشتغل بالكات ثرو، اما سويتش اشتغل بالكات ثرو هيبقى ما عنديش تايم بيضيع في احتساب السي ار سي، لا ده على طول السويتش اول ما يستلم هوب هيقوم قاري الديستنيشن ماك، هوب يقوم يشوف الديستنيشن ماك عنده موجوده في الكام تيبل ولا لا. لو ما لقاش طبعا الديستنيشن ماك عنده في الكام تيبل، بالمناسبه السويتش هيطلعها برودكاست، تمام، هيطلعها برودكاست. طيب المهم هيشوفها موجوده في الماك تيبل، اوكي تمام، السويتش هيقوم ايه هوب مطلع على طول الجهاز من غير ما يحسب السي ار سي. فبالتالي في الكاترو الموضوع بيحصل بسرعه جدا لان ما بيضيعش وقت في احتساب السي ار سي. طيب ده كلام جميل جدا. الفراجمنت فري، لا الفراجمنت فري بقى ده سهل جدا بقى، الفراجمنت فري بيجمع ما بين الستور فورورد والكات ثرو، الستور فورورد والكات ثرو. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ ولكن هنا قبل بس ما اقول يعني فراجمنت فري بيشتغل ازاي، في حاجه بس احب اوضحها. الستور اند فورورد ده بيخزن الداتا لحساب الاحتساب طبعا السي ار سي. طيب في 3 حالات في الستور اند فورورد، لو لقاها يعمل ديسكارد للباكت. اول حاجه ان السي ار سي، السي ار سي مس ماتش او مس ماتشز. تاني حاله الرانت. تالت حاجة أو تالت حالة الجاينت، الجاينت تمام، اهي كام حتة فاضية الجاينت. طب السي ار سي مس ماتش دي عرفناها، اللي هو لو حسب السي ار سي لقاها مختلفة عن السي ار سي اللي السورس حاسبها هيعمل ديسكارد. طب الرانت دي، الرانت دي الفريم يا شباب، المفترض السايز بتاع الفريم يعني بيكون في المتوسط مثلا مثلا بحدود 1500 بايت، تمام، في المتوسط، تمام، ممكن يزيد او يقل. لو لقى ان الفريم حجمه اقل من 64 بايت، يعني الفريم حجمه الفريم حجمه اقل من 64 بايت يحسبه كرنت، ده يعتبر اسمه رنت فريم، وساعتها هوب هيعمل له ديسكارد، تمام. طيب الجاينت، الجاينت لو مساحة الفريم عدت، يعني هنا مساحة الفريم بقت أكبر من 1518 بايت، من 1518 بايت،
طب ده كلام جميل، دي انا ملحوظه بس ايه عايزين نوضحها. دي 3 حالات الستور فورورد ده بي ايه بيخزن، تخيلوا بقى بيخزن 1500 بايت دول عشان يحسب منها سي ار سي، يشوف هل ها طب هل هي رانت، طب هل هي جينت. طيب ده الايه القصه بتاعت الستور ان فورورد. الفراجمنت فري بقى لا، الفراجمنت فري بيخزن اول 64 بايت من الفريم. طيب اشمعنى اول 64 بايت؟ يعني خلي بالكم الكات ثرو هو فقط بيخزن على فكره اول 6 بايت. اول 6 بايت ليه؟ عشان يحسب منهم الماك ادرس. الماك ادرس تمام كده، يعني انت عندك الماك ادرس ده عباره عن الماك ادرس ده المفروض كام بت؟ الماك ادرس ده عباره عن 48 بت تمام. فهو بيخزن ال 6 بايت دول عشان يشوف الماك ادرس هو هيروح فين. يعني دلوقتي ده يعني هيخزن الديستنيشن ماك ادرس اللي هو عباره عن 48 بت او 6 بايت عشان يشوف الداتا دي هتروح فين تمام. طب ده بيخزن ايه؟ قول مثلا في حدود 1500 بايت عشان يحسب بقى سي ار سي والكلام ده. ده بيخزن 6 بايت عشان يشوف الديستنيشن ماك ادرس، هوب بيقوم مفرود على طول. طب هنا بيحسب 6 بيحط 64 بايت ليه؟ طيب انا عشان ابدا اشرح بقى الفراجمنت فري ده، نفتح الوايت شيت ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا لما كنا بنتكلم عن السازما سي دي، في فرضيه كده انا عايز ايه يعني اتكلم معاكم فيها. ان انا مثلا الكوليجن مثلا وانا عندي هاب، في مثلا هنا بي سي 1 تمام، وعندي هنا بي سي 2 وفي هنا بي سي 3، ومثلا هنا فوق عندي في بي سي 4. اوكي طيب دلوقتي هنتكلم بقى بتوقيتات كده. طيب عند الساعة واحدة تمام، ومثلا وتسعة وخمسين دقيقة مثلا وستاشر ثانية تمام كده. بصوا انا عايزكم يعني ايه عند الزمن ده، جهاز واحد sends to او one، يعني جهاز واحد sends to two يعني بيبعت لجهاز two. طب حلو قوي كده، حلو قوي. طيب عند دلوقتي مثلا جهاز واحد عند عند مثلا الزمن مثلا 1:59 دقيقة و مثلا 30 ثانية، حلو قوي. طيب جه جهاز واحد سنس تو بي سي تو مثلا بعت له مثلا 40 او مثلا نقول ايه مثلا 200 بايت، حلو قوي كده. وعند هذه اللحظة جهاز 3 جهاز 3 جه بعت سنس، او هنا بنقول بقى tries to send to 4، حلو قوي كده. طيب هنا عند اللحظة دي جهاز 3 بدأ يبعت لايه؟ ل 4. دلوقتي الاسسمنت سي دي ايه اللي هيحصل؟ جهاز واحد لما يحس ان جهاز بيبعت على الكارير سنس او على الواير بتاع الهاب، يجي جهاز واحد على طول يبعت جام. طيب المفترض يا شباب دلوقتي من اول ما جهاز 3 بعت لجهاز 4 وجهاز واحد ادرك الايه الكوليجن ده، المفترض من ساعتها يكون بعت قد ايه مثلا؟ لو بعت اي باكت هنفترض اكس مثلا او بايتس، عدد بايتس اكس اقل من 60، ده بيعتبر كوليجن عادي جدا ويبعت الجام بتاعته والدنيا تشتغل تمام بيس اوف مايند، وكل جهاز يستنى ويرن الباك اوف تايمر الجوريزم. طيب ده كلام جميل. يعني انا من ساعه يعني من ساعه ما جهاز واحد ل من ساعه ما جهاز 3 بعت لجهاز 4، جهاز واحد اكتشف الكوليجن بعد ما جهاز 3 بدأ يبعت بقد ايه؟ بقد ايه يعني اكتشف ده بعد ما بقى، يعني هو دلوقتي عمال يبعت جهاز 3 جه بعت تمام. اما جهاز 3 بدأ عند الزمن ده، جهاز مثلا واحد راح اكتشف الموضوع ده عند الثانية 31 تمام، كان ساعتها جهاز واحد لما اكتشف ده عند الثانية 31 بعت من ثانية 30 للثانية مثلا 31 كام بايت الاثنين؟ هنفترض الكام بايت دول اكس، لو الاكس دي اقل من 60 دي تعتبر يعني كوليجن عادي. القصة كانت بتحصل ان، وهنا بقى دي مشكلة، ان جهاز واحد لو بعت عدد بايتس اعلى من 60 يعني اكتشف الكوليجن متأخر، ودي بتسمى الليت اهو الليت كوليجن الليت كوليجن تمام كده. حالة الليت كوليجن بتحصل دي فرضية أكاديمية، يعني إيه أكاديمية علمية بحتة كده، لكن بتظهر في الجانب العملي إزاي؟ إن أنت يكون عندك سويتش تمام، البورت ده مثلا
انت ممكن البورت بتاع السويتش تشغله فول دوبلكس او هاف دوبلكس زي ما انت عايز، يكون مثلا السويتش ده البورت بتاعه شغال فول دوبلكس تمام ومتوصل على بي سي، والبورت بتاع البي سي شغال هاف دوبلكس. هنا احتماليه حدوث الليت كوليجن بتبقى كبيره. تمام كده؟ طيب ده كلام جميل. الفراجمنت فري، الفراجمنت فري بينيبل السويتش ان هو يكتشف موضوع المس ماتش ده او الليت كوليجن بانه يعمل ايه؟ بانه يعمل ايه؟ ان هو يخزن اول 64 بايت، لان احنا قلنا يعني بالمناسبه الليت كوليجن دايما بيكتشف لو اتبعت حاجه ازيد من الستين. تمام؟ ده يعني ده بالايه بالخبره يعني وبواسطه سيستم يعني انا اناليسس انا شخصيا عملتها، بيتبعت من اما يتبعت اكتر من 60 تمام واقل من او يساوي 64 بحاله ان ايه الاكس دي. فلذلك السويتش بيخزن بيخزن لكل فريم اول 64 بايت. تمام كده؟ بيخزنها ليه؟ بيخزن اولا اول 64 بايت عشان يكتشف عن طريقها هل في ليت كوليجن معمول ولا لا، في ليت كوليجن معمول ولا لا. لان هو يعني انا ايه يعني انا عارف ان انتم ممكن بعضكم ما يكونش فاهم القصه دي يعني ايه سببها. تمام؟ انا كده كده ان شاء الله هتكلم عن سببها قوي اما نخش في الموضوع بتاع السويتشنج. السويتشنج مس ما الدوبلكس مس ماتش يعني في حالات بتحصل بقى ان بيحصل عندك مس ماتش ما بين الهاف والفول وازاي نحله. تمام؟ والمشاكل اللي بتؤديه هي ايه. ولكن يعني انا دايما بقول ايه، انت دايما اعمل يعني السويتش بيخزن اول 64 بايت. طب انت عشان تفهم ليه يعني انا هحاول بس ايه افهمك بعض الاسباب منطقيه شويه، ان دلوقتي الليت كوليجنز لو حصلت بتحصل في اول 64 بايت. تمام؟ دي حاجه. حاجه تانية الايرورز، اصبح السويتش مش مطالب انه يدخل ال 1500 بايت في عمليه السي ار سي الجوريزم، لا ممكن يدخل اول 64 بايت تمام بعمليه السي ار سي الجوريزم. تمام؟ ولو طلعت نفس القيمه ويعني هقول لكم ايه الدامج يا شباب، حتى الدامج اللي بيحصل في اول 64 بايت، اغلب الفريمز الدامج اللي بيحصل فيها بيحصل في اول 64 بايت. فمثلا البي سي ده بعت فريم تمام في 1500 بايت، حلو كده؟ طيب وحسب منها السي ار سي. طيب السويتش بياخد اول 64 بايت تمام ويبدا يقارن هل اول 64 بايت تمام طلعوا لي مثلا سي ار سي تمام، ويخلي الجهاز برضو يحسب اول 64 بايت. يعني هنا مثلا الجهاز ده هيحسب اول 64 بايت تمام سي ار سي بتاعته يقول مثلا 0 1، وهنا مثلا سويتش يقارن 0 1. طيب تمام السيجمنت دي از كوركتد او الفريم دي از كوركتد، يقوم اوب السويتش بعتها السويتش مفرودها. هنا الفراجمنت فري عمل وسطنه ما بين الايه ما بين الكوليجن ما بين الكات ثرو والستور اند فورورد. طيب هنا بقى في شويه حاجات عايزين نتكلم فيها، امتى اشتغل بالكات ثرو امتى اشتغل بالفراجمنت فري او الستور اند فورورد. بصوا لو انا عندي ديزاين زي ده، ودي الديزاينات المشهوره جدا تمام يعني انا يعني ايه فعلا المحاضره دي ممكن تكون هتتعب مع ان مدتها مش هتكون كبيره، بس ممكن تتعب بعض الناس يعني لان في حاجات منها هتتاخد قدام هتتوضح قدام. لو انا عندي ديزاين زي ده، دايما احنا بنقول ان السويتش اللي فوق ده تمام ده اللي مثلا واصل بالراوتر. اوكي؟ والراوتر هنا مثلا واصل بي الاي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر او باي وان بوان كلاود. طيب هنا مثلا دي سويتشات الطبقه دي بنسميها طبعا دي سويتشات مثلا الاكسس. تمام؟ طبعا في ديزاينات تانية بقى ان انا بيكون عندي السويتشات الديستريبيوشن وتحتها سويتشات الاكسس ايا كان. الافضل ان انت تطبق الكاترو على سويتشات الكور عندك، لان انت في سويتشات الكور دي لو الجهاز هنا عايز يبعت الجهاز هنا، اما تيجي نشتغل في السبانينج تري بروتوكول هو مش هيطلع الداتا كده، لا هي هتطلع الداتا كده. تمام؟ فانا بالتالي محتاج السويتش ده اللي هيستقبل الحته دي انا محتاجه اشتغل كات ثرو يعني اشتغل بسرعه بسرعه. تمام؟ السويتش ده السويتشات الاكسس يا اما بقى تعملها فراجمنت فري او ستور اند فورورد. تمام؟ بحيث ان انت ايه عند السويتشات دي يتم اكتشاف الايه السي ار سي مس ماتش او الرانس او الجاينتس. تمام؟ طيب نحل بقى الايه التشالنجنج تيست بسرعه كده. المحاضرة طبعا النهاردة مش كبيرة قوي يعني. A frame is considered to be a runt when its length الرنت بقى بيعتبر أو الفريم بيعتبر رنت أما اللينس بتاعته أقل من 64 بايت، المفروض lower than أقل من 64 بايت. أنا تقريبا مش عارف أنا أما شرحت لكم الرنت قلت لكم أقل من 60،
لازم يكون لو اقل من 60 يعتبر رامت، لا هو المفروض اقل من 64 يعني، انا مش فاكر بس بالفيديو انا قلتها كام، بس لا المفروض تكون اقل من 64 يعتبر رامت، فهنا برضو lower than 64. لو bigger than 1518 ده يعتبر جاينت. بيقول لك at any switch mechanism the switch checks for CRC with this with storing frames into its buffers. لا هنا بقى ده السويتش بيحسب CRC وكذلك بيستور الفريم في البفرز، ده الستور اند فورورد. طيب دلوقتي بيقول لك the frame is considered to be a giant when its length اقل من 1518 ولا اكبر؟ لا المفترض اكبر من 1518. طيب كده خلصنا الـ challenging test. في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن الـ simple mechanism of switching، اتكلمنا عن الـ store and forward، الـ cut through، الميكانيزم التالت ده بيوسطن ما بين الـ cut through والـ store and forward. اتكلمنا برضو عن الـ الاقتراحات recommendations، امتى تعمل الـ store and forward، امتى تعمل الـ cut through، واتكلمنا وحلينا مع بعض الـ challenging test. انا اعتبر خلصت المحاضرة، اتمنى تكون انها عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.